موسوعة فرماين دوائية، هي الموسوعة بتحوي على الكثير من المواضيع الدوائية اللي بتهم مختصي الرعاية الصحية، سواء كانوا أطباء أو صيادلة أو ممرضين. وأيضا بتفيد الطلاب العلوم الطبية اللي بسنواتهم الأخيرة، سواء كانوا طلاب صيدلة أو تمريض أو طب بشري. نحن عملنا هالموسوعة هي لحتى يقدروا يراجعوا ويطوروا خبراتهم الدوائية بشكل مستمر، خاصة أن الموسوعة حتكون متجددة وبتحوي على العديد من المواضيع الدوائية المفيدة اللي أنا أشرفت على إنجازها بالتعاون مع العديد من الصيادلة والأطباء يلي هن ساهموا وتعاونوا معنا بإنجاز هالمواضيع هاي. فنحن عملناها باللغة العربية لأنه اللغة العربية الطبية كتير مهمة أنه الواحد يتعلم بلغته الأم لحتى يقدر يعني يكون متميز أكثر بخبراته الدوائية. جميع الدول المتقدمة بتتعلم بلغتها وأيضا ما بتهمل اللغات الثانية، ولكن نحن عملناها باللغة العربية مثل ما قلنا لحتى يعني تكون مفهومة عن جميع مختصي الرعاية الصحية العرب. تمام. فعملنا بالبداية يعني حوالي 1250 مصطلح طبي ودوائي باللغتين العربية والإنجليزية، أهم المصطلحات بهالموسوعة هاي، وهو موجود بالصفحة رقم 10. فإذا أنت رحت على الصفحة 10 فحتلاقي كل مصطلح وقدامه المقابل تبعه بالإنجليزي. طبعا أنا هون بوصي بقراءة المصطلحات قبل ما تقرأ الموسوعة، ولو حبيت تقرأ الموسوعة مباشرة ما في مشكلة، لأنه كمان نحن أثناء كتابة المقالات الدوائية حطينا المصطلح الطبي الدوائي الإنجليزي مع مقابله العربي، أوكي؟ فما في مشكلة. ففيك إما تطلع على المصطلحات وتخصص حوالي ساعتين أو ثلاثة للاطلاع عليها كلها، أو فيك أنت تقرأ المواضيع مباشرة وتتعرف على المصطلحات أول بأول، أوكي؟ طبعا بالنسبة للصفحة رقم 7 هي صفحة الفهرس، فيك ترجع لها دائما. ما تنسى هذا الرقم كثير مهم. فمثلا لو انت حابب تقرا حول موضوع التداخلات الغذائيه والعشبيه الادويه، فيك تروح لصفحه 133 وتبدا بقراءه الموضوع كاملا وتتعرف على هالتداخلات هي، وفيك طبعا تطلع على المصادر بنهايه كل مقال لمزيد من القراءات، اوكي؟ كمان عاملين حول دليل التداخلات الدوائية للوارفرين، تأثيرات الطعام على امتصاص الأدوية المضافة مويا، أهم التداخلات الدوائية اللي بتواجه صيدلاء المجتمع، التداخلات الدوائية وأنواعها بشكل عام، دليل استخدام الأدوية خلال شهر رمضان المبارك. أيضا عاملين دليل مفصل حول أدوية الأو تي سي أو الأوفر ذا كاونتر ميديكيشنز، أوكي؟ وكمان لأنه في كثير صيادلة أطباء بيسألوني إنه شو هي مصادر المعلومات الدوائية الموثوقة، فعملنا كمان دليل حول أشهر مصادر المعلومات الدوائية الموثوقة، وايضا كيف الطبيب او الصيدلاني او الممرض لو حابب انه هو يكتب مقال علمي كيف فينا هو يعني يكتب المقال. فعاملين احنا مقال حول الخطوات الاولى للكتابه العلميه. كمان عاملين مقال حول يعني لمحه عن الرعايه الصيدلانيه. فالموسوعه هي بتحوي على كثير من المواضيع الدوائيه يلي حتفيد الاطباء والصيادله والممرضين، مثل الادويه الامنه خلال الحمل والرضاعه، المصدرات المعطاه بدون وصفه طبيه اللي ما بصير نعطيها للحامل. فكثير من المواضيع المفيده حتى بالنسبه لاطباء الاسنان. نحن كنا عاملين مقال حول استخدام المضادات الحيويه بالمعالجات السنيه، وان شاء الله بالاصدار الثالث من هالموسوعه نحن يعني نعزز اكثر بالمقالات الدوائيه اللي بتفيد اطباء الاسنان. فنحن بالاصدار الثاني عملنا عده مقالات، ولكن بالاصدار الثالث حتحوي اكثر مقالات دوائيه يعني بتفيد اطباء الاسنان ايضا. فالموسوعه بتحوي على حوالي 714 صفحه، فهي غنيه جدا بالخبرات الدوائيه، 714 صفحه. و بنهايه الموسوعه انا كنت هون كاتب انه الاصدار الثاني بيشمل 68 موضوع دوائي هام، وقلنا انه ممكن طلاب الصيدله والطب البشري والتمريض انه يستفيدوا من الموسوعه هي قبل التخرجون. ايضا بالنسبه لمختصي الرعايه الصحيه فيهم هن يستفادوا من الموسوعه، سواء كانوا يمارسوا صيدلات المجتمع او المشافي او العيادات. تمام. فيك طبعا تقرا الموسوعه كامله من اولها لاخرها، او فيك تنتقي موضوع معين وتقراه وتركز عليه، اوكي؟ وانا بنصح طبعا بمراجعه مواضيع هالموسوعه هي كل 3 لـ 6 اشهر، تمام، لتثبيت المعلومات وربطها مع بعض البعض. بما انه هالموسوعه متجدده فاكيد ان شاء الله الاصدار
الثالث يعني نحن حنعلن عنه، ومثل ما قلنا حيحوي على مواضيع إضافية. فبالنسبة للإصدار الثاني حيحوي على 68 موضوع، وعدد صفحات الموسوعة كاملة 714 صفحة. أوكي، فبتمنى لجميع مختصي رعاية صحية الاستفادة من هالموسوعة هاي وتطوير خبراتهم الدوائية بإشرافنا وبشكل مستمر، لأنه التعليم الدوائي المستمر مهم، خاصة دائما في أدوية جديدة، في معلومات دوائية جديدة، مشان يبقى مختصر رعاية صحية أبديتد.